وايضا الى ثنائي اخر للزميل كريم احمد ومريم سميح ايضا من ملعب مختار التتش عشان يحطوا حضراتكم في اجواء هذه الاحتفاليه الكبيره وتدشين النجم العاشر. كل الشكر ليك يا استاذ ابراهيم المنيسي وكل التحيه ليك طبعا ولكل زملائنا طبعا اللي موجودين طبعا معاك في الاستوديو. النهارده يوم سعيد الحقيقه، برحب طبعا في البدايه بزميلتي العزيزه مريم. يعني النهارده يوم سعيد يا مريم الحقيقه بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النهارده تدشين النجمه العاشره النهارده في مقر النادي الاهلي بالجزيره، حفله مميزه جدا الحقيقه يا استاذ ابراهيم. شايفين تحضيرات وتنظيمات على اعلى مستوى، ده مش جديد يا مريم على النادي الاهلي الحقيقه. يعني النهارده شايفين من البدايه خالص توفير يمكن الباركينج طبعا الخاص بالجزيره والاوبرا طبعا لكل الاعضاء وكل ايضا كمان الضيوف اللي هتكون متواجده تنظيم الحقيقه في البدايه. حابين نشيد بالدور الكبير اللي بيقوم بيه المدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي، ايضا كمان مدير مقر الاستاذ خالد مرسي، العميد علاء صلاح الدين مدير امن للنادي الاهلي، وكل المجموعه الحقيقه اللي بتشارك النهارده في الحدث الجميل ده. جدا يا مريم يوم مميز جدا، وكمان منتظرين بقى نشوفه على قناه النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد جدا على كل جمهور النادي الاهلي يا مريم. ان شاء الله طبعا يا كريم، بشكرك، برحب بيك، برحب بيك يا استاذ ابراهيم، برحب بكل النجوم الكبار اللي موجودين في الاستوديو. يمكن يعني حدث تاريخي زي ما زميلي كريم قال من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن عايز اخد من كلام كريم ان احنا موجودين هنا كفريق عمل لشاشه قناه النادي الاهلي، يمكن ملايين وملايين من جمهور النادي الاهلي في يعني مختلف انحاء البلاد كانوا بيتمنوا ان هم يحضروا هذا الحدث التاريخي، ولكن ده دورنا النهارده يا كريم طبعا. ان احنا ننقل لهم كل الاحداث. يعني يمكن احنا موجودين قبل بدء الحفل يمكن بدقائق يعني قليله جدا، يمكن هيبقى الحفل في تمام الساعه 8 مساء، هيكون برنامج الحفل مليء بالمفاجآت طبعا. وزي ما طبعا يعني النادي الاهلي والقائمين على النادي الاهلي دايما عودونا ان هم بيهتموا بالحاضر، طبعا بيهتموا كمان بالماضي. عمر ما في منظومه زي منظومه النادي الاهلي دايما بيكرم قدامى اعضاء النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره هيكون موجودين النهارده، كل الكوادر الحقيقه يعني ادت من عمرها للنادي الاهلي هتكون موجوده النهارده خلال هذا التكريم. في مفاجآت كتيره جدا يا كريم، زي برضو ما يعني النادي الاهلي افتكر رموزه القدامى، كمان هيكون في مفاجأة لجيانا فاروق طبعا بطلتنا في طوكيو 2020. طبعا كل ده هيكون موجود معانا النهارده وهنشوفه خلال الحفلة. يكون معانا تقنيات حديثة جدا، هولوجرام، ومعانا فاير ووركس، كل ده هيكون موجود معانا في برنامج الحفل. الحقيقة يمكن زي ما زميلتي مريم بتتكلم يا استاذ ابراهيم، النهارده يوم هيكون عظيم جدا لكل جمهور النادي الاهلي. والحقيقة يمكن انا مش هتكلم على التنظيم ولا اتكلم على الامور دي، لان يمكن معروف على النادي الاهلي اي حدث بيكون تنظيمه النادي الاهلي الكل بيشيد بيه، لكن النجمة العاشرة اللي هتحط على تيشيرت النادي الاهلي يا مريم ده يمكن مجهود كبير جدا. يمكن الشكل العام يتلخص في نجم 10، لكن ده مجهود كبير جدا جدا على مر العصور وعلى مر الاجيال، الكل شارك في النجاح الكبير ده. والنهارده كمان يمكن مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تخصيص بس ان يكون النهارده لفريق كره القدم بس، ده امر مهم جدا لان الانجاز كبير جدا لفريق النادي الاهلي وللنادي الاهلي بشكل كامل. النهارده الحقيقه الاعضاء سعيده جدا ومتواجده، الكل كان عايز يكون متواجد، لان انت عارف يا استاذ ابراهيم العدد طبعا يعني الدخول طبعا فيه محدود طبعا بالنسبه لكل الدعوات المتواجده ومقتصر طبعا على الحاضرين للحفله، لكن الكل هنا سعيد. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا يا استاذ ابراهيم يا مريم، انت عارفه طبعا النادي الاهلي عظيم جدا النهارده، ويا رب ان شاء الله كمان العظمه الكبيره تبان النهارده في الحب المتواجد وفي الشكل العام المتواجد اللي بنوعد كل جمهور النادي الاهلي هتشوفه على شاشه قناه النادي الاهلي. تغطيه مميزه جدا شبكتها طبعا وزمايلنا كلهم المراسلين وايضا كمان مقدمين البرامج، وحقيقه كمان يا استاذ ابراهيم طبعا وكل الكوكبه المتواجده مع حضرتك النهارده ان شاء الله باذن الله يكون يوم عظيم يا مريم على كل جمهور النادي الاهلي. اكيد طبعا، وعنواننا النهارده هو تدشين النجمه العاشره على شعار النادي الاهلي، هو عنوان هام جدا طبعا يا كريم. يعني يمكن كمان الاعضاء زي ما انت قلت هم بيساعدوا كل القائمين على تنظيم هذا الحدث التاريخي الكبير، يعني يمكن مش بيضايقوا خالص كل الناس، يعني فعلا في تعاون كبير جدا، لان هو ده النادي الاهلي، هو ده التعاون. ويمكن الصوره دي بتبقى معكوسه على اعضاء النادي الاهلي، يمكن كلهم مستنيين الحدث ده. وزي ما قلنا برضو في البدايه انه الحدث الكبير ده يمكن دايما النادي الاهلي لما بيكون منظم حدث يا كريم بيبقى هو ليه الكلمه العليا وهو طبعا رقم واحد، وده اللي احنا سامعين عنه بقالنا كذا يوم قبل بدء الحفل. يمكن تنظيم كبير واستعدادات كبيره جدا كانت سبقت الحفل بايام كبيره جدا. طبعا احنا هنكون موجودين معاكم كل كاميرات شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه من خلال هذا الحدث التاريخي. طبعا بشكركم جدا، بشكرك يا كريم، بشكرك يا استاذ ابراهيم، بشكر طبعا النجوم في الاستوديو. عوده ليك مره ثانيه.